اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني انجازات وطنيه. وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. يرحب معي في ضيف حلقه اليوم الاستاذ مهند السلاوي صاحب محل دوناتس تايم. بدايه مساء الخير استاذ مهند. مساء الورد يا هلا. نورنا على القناه استاذ. تسلمي. استاذ مهند بالبدايه بحب نعرف استاذ المشاهدين وحضرتك اكثر عن بدايه مشوارك العملي، كيف بلشت؟ تفضل. هسا انا ما زبطت معي الدراسه، طبعا مواليد 95 عمري 22 سنه، الدراسه ما زبطت معي فطلعت على سوق العمل، اشتغلت بمحلات البسه اواعي احذيه، ضليت احوش اجمع مصاري سنه سنتين، الله رزقني بكم قرش فتحت محل وكان علي اقساط شوي وهي بسدد فيها الحمد لله. ونقيت الموقع الماركه الشماليه لانه كل عمان الشرقيه فيش فيها محل دونات، فالمشروع عجبني. ما في محل دونات ابدا بالمنطقه، بكل ماركه وكل عمان الشرقيه فيش فيها محل دونات، كله بالغربيه. فالمشروع عجبني وفكره غريبه شوي فحكيت يا رب وفتحتها ان شاء الله. يا رب التوفيق استاذ مهند. استاذ مهند نتحدث عن الفكره والانشاء، متى تم تاسيس المحل، خدمات اللي بتقدمها؟ تفضل. المحل مش قديم، جديد، صار لي شهرين فاتحه. بالنسبه لشو بقدم طبعا دونات بجميع اصنافه وانواعه. وجميع المشروبات باردة وسخنة، مثلا زي الايس تي بارد بانواعه ونكهاته، مشروبات قهوة غلي، طبعا كله ماكينات قهوة غلي على الماكينة، ماكينة النسكافيه الاسبريسو الكابتشينو، ماكينة خاصة للامريكان، وجميع المشروبات تقريبا بقدم. تمام، بالتوفيق يا استاذ مهند. استاذ مهند نتحدث عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوفه؟ هسا انا صار لي فاتح شهرين حكيت لك. نعم. كل يوم احسن من الثاني، كل يوم احسن من الثاني. كبدايه تغلبت لانه دوناتس وماركه مش هالشيء الواو، يعني مش ما في عليه اقبال بيكون. نعم. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم بيكون احسن، صار احسن الحمد لله، ولسه لقدام راح يكون احسن بكثير اكيد ان شاء الله. يا استاذ مهند نتحدث عن اقبال اهل المنطقه. اوكي ما لك يعني فتره، بس نتحدث شهرين، كيف شفت اقبالهم؟ كمشروع غريب ماركه الشماليه، ما في حدا يعني بيمرق من الشارع الرئيسي الا بشوفه وبدخل مثلا. نعم. يعني اقبال ممتاز كبدايه. هو كمان برضه لما نحكي مثلا منظر المحل من جوا مرفه يعني الحمد لله. هو كديكور تعبنا عليه. نعم. يعني تمام ان شاء الله بالتوفيق يا رب. تسلمي. استاذ مهند تحدث عن صعوبات ومشاكل اي مشروع اللي ما يواجه صعوبات ومشاكل، ما هي المشاكل واوقات واجهتك في العمل؟ هو بصراحه لما اخذت المحل كان محل مش دوناتس وملوش اي شيء بالدخل، يعني كان محل خارجي. طبعا. البسه وكان المحل مكسر، زبطته سويته دكرته وكأمان وأشي ثاني ما في أي صعوبات، كانت ميسرة معي. أستاذ مهند أي شخص يطمح بالأفضلية؟ نتحدث عن الرؤية المستقبلية في هذا المجال، إيش تطمح؟ هسا أكيد بطمح لأطلع لفوق. أكيد. كبداية محل صغير أكبره أو أفتح فرع ثاني منطقة ثانية، إنه أوسع حالي مش أكثر بس. أكيد. كل واحد يطمح لفوق أكيد. مثل ما بنعرف جلالة الملك أول ما يدعو لدعم فرسان التغيير، وحضرتك تمثل نموذج فرسان التغيير، نستذكر مقول جلالة الملك ارفع راسك أنت أرجل همة النشام عن ذلك أستاذ مهند السلاوي. أستاذ مهند نحن نسمع منك كلمة لجيل الشباب بحيث أنك تحثهم على العمل يطوروا من حالهم أكثر، تفضل. أي شاب خلص دراسة ما زبطت معاه يروح يشتغل، ما يقعد بالبيت، ما يحكيش الشغل عيب ولا اي شيء، يلف يدور يلاقي شغل مره عمرته مره عمره الا ما تزبط معاه وبكون حاله بحاله عادي يعني. اكيد اكيد بنجد وجود مسار على الدرب، الواحد لازم يتعب لحد ما يلاقي شيء مناسب لإله. هاي هي. طبعا بشكرك استاذ مهند. استاذ مهند مثل ما بتعرف الاردن بينعم نعمه امن وامان. الحمد لله. هي النعمه مميزه الاردن عن باقي الدول، مثل ما بيحكوا لك الاردن حديقه داخل حديقه، ايش بتعني لك هاي النعمه؟ نعمه ما بلاقيش زيها باي بلد عربيه حواليه، يعني اي بلد جنبنا او نعرفهم كلهم فيهم حروب وفيهم مشاكل. نعم. احنا هون نعمل فيها امن وامان فيش زيها بكل بلد عربيه، والحمد لله. شو بدي احكي لك؟ الحمد لله، الله يديمها علينا يا رب. مثل ما صدقت وحكيت البلاد اللي حوالينا المحيطه ملتهبه واحنا بنتمنى السلام لها بفضل كبير لجلاله الملك الحمد لله وقيادة الهاشمية لوعي المواطن. بشكرك استاذ مهند. استاذ مهند مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، واي شخص بتمنى رؤية جلالة الملك لو حالك في حظ وتقيت له بدل دقائق شو بدك تحكي له؟ اول شيء راح يكون عندي رهبه، ما راح اعرف شو احكي له يعني. اكيد. لانه شيء كبير كثير عظيم يعني. ف ما عنديش جواب بصراحه. أكيد بدك له رحبته. هاي هي. بس ايش بتحب تقدم له شكر يعني منك شفته مثلا؟ اول شيء على الامن والامان اللي احنا فيها. اكيد
نعم. وكل شيء متوفر الحمد لله يعني. الحمد لله. ومش ناقصنا أي شيء. الحمد لله، الله يخليها يا رب ودي نعمة. الحمد لله. علينا. بشكرك أستاذ مهند. أستاذ مهند نهاية اللقاء نحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع المحل وأرقام هاتف وزيكم صفحة على الفيسبوك، تفضل. ماركة الشمالية دخلت نجمة جاري مكتبة الثراء. نعم. موقع الفيسبوك اسمه دونتس تايم، ورقم تليفون برضه موجود وكرت موجود. بشكرك استاذ مهند، والان سوف تطلع ارقام الشاشه عند الزميل احمد الخالدي. بتحب تحكي كلمه اخيره؟ بشكركم على هذا اللقاء العظيم ويسلموا، واللهم الله يحمي سيدنا الملك. امين يا رب. تسلم استاذ مهند، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل شكر العرفان للاستاذ مهند السلاوي من محل دونات تايم على توصيل دعم هذا البرنامج. بشكرك مره ثانيه، يعطيك الف عافيه. يا هلا، الله يعافيك. راسك بالعالي مرفوع الهوى.